السلام عليكم، صبحكم الله بخير. ما شاء الله تبارك الله، كل البارح تمطر، كمية امطار غزيرة. يا سلام، الفطور عاد اليوم المفروض بالمسبح، ولكن مع الامطار ما قدرنا. هذا يشيل الاوراق تحت الرجل. الأجواء اليوم أمطار وهواء. بحكم أن الأنشطة متوقفة اليوم بسبب الأمطار، قلت خلنا ناخذ جولة على الأماكن اللي ما جيتها في المنتجع. هنا اللي بيلعب التنس، ما شاء الله تبارك الله. اليوم من صحينا ما شفنا الشمس، كله غيوم ومطار، والهواء والله قوي وأثر على الأنشطة. اللي يحبون التان ما يناسبهم أبدا، لكن اللي يحبون الغيوم الجو مناسب. طبعا ممنوع السباحة الآن، هنا العلم الأحمر يعني السباحة ممنوع، الخطورة عالية. هنا بعض التعليمات، الأحمر خطورة عالية، الأصفر خطورة متوسطة، الأخضر خلاص مسموح لك بالسباحة. طبعا من ضمن شروط المالديف هنا مثل التعري ممنوع، ممنوع السباحة بعد مغيب الشمس. إذا ما كنت تشوف أعلام معناته انتبه، ما في أحد ترى ممكن يساعدك لو غرقت. هذه مزرعة المنتجة، المزرعة العضوية، حاطين لهم جزء كذا مخصص للزراعة لأجل الاكتفاء الذاتي للمنتجة. طبعا معروف في جزر المالديف، في أغلب الجزر يحط لهم جزء للزراعة من أجل تقليل من استيراد الفواكه والخضروات من خارج الدولة. أشهر ما يتم زراعته هنا من الفواكه مثل الموز وجوز الهند. شوفونا الباذنجان، النعناع، وهنا الريحان، السبانخ. ريحته حلوة، يسمونه ليمون جراس، ياخذونه يغلونه بالماء، يسوونه مثل ما يسوون الشاي. بالعربي اسمه لذخر الليمون. الذرة، فلفل، فلفل رومي، هذا شكله حار. يعني لو تلاحظون ان جزر المالديف اغلبه يكون منتجعات او مناطق ضيقة للزراعة. هذا الطماط، فاهتموا في هذا الموضوع. في بعض الجزر على فكرة تصير مخصصة للزراعة وهلها فنانين بالزراعة، يوردون للجزر الثانية. شو شلون يزرعها بالشكل هذا؟ 20 days, 13 days after growing. طبعا هذه ورد فقط. يقول هذه بعض الدول اللي يستخدمونها بالعلاج. اوكي، خاصة في علاج الشعر. هنا الأوركيد، ما شاء الله في شيء مزهر. بعد المزرعة تدخل على الغابة، ثم مطعم في وسط الغابة، وعشان الليل إن شاء الله راح يكون في هذا المطعم. هو المطعم الآسيوي في المنتجع، مطعم أونو. من هنا الوصول دائما. هذه الجلسات اللي امام الاستقبال، دخلنا براز، وعلى الشاطئ هنا ممكن تسبح، تقدر تسبح في اي مكان. اذا كان ناقص عليك شيء ممكن تلقى هنا، ولكن ترى الاسعار غاليه، يعني ممكن تلقى شيء مميز عندهم ما تلقى برا. هذه منطقة ألعاب برا شطرنج، وداخل فيها البلياردو وتنس وفريرة، وداخل الحين على الفلل المائية. اختيار السكن مسألة شخصية، بعض الناس يفضل انه يسكن على الفلل المائية، يبي فوق البحر عنده مسبحة وينزل يسبح بالبحر، هذا غالبا يحب السباحة كثير. وبعض الناس يفضل السكن على الشاطئ، مسألة شخصية يختلف ذوق كل واحد.
أنا بالنسبة لي أحب الثنتين. لكن في سؤال مرتبط دائما ما يسأل أحد، يقول المالديف فيها حشرات؟ الإجابة طبعا ما في دولة فيها طبيعة ما فيها حشرات، ولكن الربط بينهم أن الفلة المائية أقل من الفلة الشاطئية بحكم أن ذيك بين الأشجار، مع العلم أن المنتجعات مختلفة. يعني مثلا منتجع هذا لاحظهم باستمرار الرشون، بالتالي بتشوف الحشرات قليلة. اللي يسمع كلامي لا يتوقع أنك بغرفة النوم تلقى حشرة جنبك، لا، نادر ما تشوف. هنا توضح الفلل على الماء والفلل الشاطئية. لاحظ الفلل الشاطئية بين الأشجار. طبعا في بعض الفلل لها مسبحها الخاص، يختلف طبعا على اختيار نوع الغرفة. والفلل الشاطئية مسبحها لقيته على نوعين، نوع أن المسبح خارج الفلة على الأشجار مباشرة ثم بعده الشاطئ، وفي شيء داخل الفلة يكون مغلق بالجدران، هذا اللي يبحث عن خصوصية أكثر. الجهة الثانية فيها النادي وفيه موقع السباء، مكانهم رهيب فوق الماء. الإضاءة صراحة عطت منظر للطريق. راجع الفلة، شوف الطريق مدخل الفلة شلون جميل صراحة. جينا نجرب المطعم الآسيوي. الله، وش الاختيار الحلو ده؟ يا هلا ابراهيم، مساء الورد. شيء قدموا لنا اللي هو اختيار الشيء كذا خبز كريب and this is a crepe cake with chicken fried rice and white rice, and this is a chicken curry. Sun cream brulee and the chocolate filled bananas. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله مغادرين المنتجع ومتجهين إلى منتجع جديد. لحظة وصول الطائرة المائية. في أكثر من شركة تقدم خدمة الطائرة المائية. هذه شركة مالديفيان، بنطلع معاهم الحين إلى العاصمة مالي، ثم من العاصمة مالي بناخذ شركة أخرى وهي شركة مونتا إلى منتجع كنديما. والله الهواء قوي، ما أعرف شنو بيوقف. والله دواها، قال كل ما جاي ثبت الطيارة حركها الهواء. أخيرا، يلا الحمد لله على السلامة. كان المضيف معنا أدو. Thank you very much for staying with us and I wish you a very safe journey. All the best. رهيب، أحسن مضيف، سعد صدر، حبابة، خدمة متفانية. Thank you so much brother.
See you again. Thank you. Inshallah. Come with me, please. Come with me. خدمة المضيف شيء رهيب، يعطيك رقمه بالواتساب وأي شيء تحتاجه ترسله، غير كذا هو يرتب جدولك، وأيضا قبل مواعيدك تلقاه يرسل لك قبلها بنص ساعة عندك الموعد الفلاني. طبعا الخدمة بصراحة رهيبة في المنتجات، أحيانا ينظفون الغرفة 3-4 مرات. بسم الله ونركب الطائرة. تاخذ تقريبا من غير العفش يعني 15 راكب. تم فاضي، خلينا نشوف كابينة القيادة. شوف الطاقم اللي يودع. اللغة الرسمية في المالديف دفي، هذه أحرف الدفي، ولكن معظم الشعب طبعا يتكلم اللغة الإنجليزية. أكثر المعلومات تشير إلى أن جزر المالديف عددها تقريبا 1193، وفي الكتب قديما كان يذكر أن للمالديف أكثر من 2000 جزيرة، ولكن أيضا عرف أن بعض الجزر تغمرها المياه وتختفي. المالديف متميزة بطبيعته، جزر خضراء تميز بشواطئ فيروزية ورمال بيضاء، ولم تكن معروفة سياحيا قبل 50 سنة. أول منتجع سياحي كان في عام 1972، والسنة القادمة يحتفلون باليوبيل الذهبي لسياحة المالديف. في المالديف اليوم 152 منتجع، 11 فندق و 641 من بيوت الضيافة. نمر الآن فوق جزيرة هولو مالي. هذه قريبة من العاصمة المالديفية مالي، وكانت قديما جزيرة صغيرة، وعام 1996 بدأ مشروع لردم الجزيرة وتوسعتها لأجل فك الضغط السكاني الموجود في العاصمة مالي. وكان من أهم المشاريع الموجودة هو بناء مسجد هولو مالي، أو يسمى مسجد الشيخ قاسم الثاني. بنمر من فوق الآن، هذا هو المسجد. وهذه الجزيرة مربوطة بجزيرة المطار هولو لي. جزيرة المطار وهذه الجزيرة مربوطات كلهم في جزيرة مالي اللي تعتبر العاصمة المالديفية. طبعا مالي تعتبر من أكثر الجزر كثافة سكانية، وهي جزيرة صغيرة مساحتها أقل من 6 كيلومتر مربع. هذه أحد محطات المطار، وهي محطة الطيران المائي. الانتقال بين الجزر في المالديف إما عن طريق الطيران المائي إذا كان المنتجع بعيد، أو عن طريق القوارب إذا كان المنتجع قريب، أو عن طريق الطيران التجاري، وهذه محدودة جدا. هذا المنتجع اللي طلع لنا منتجع بوكارو، متجهين الحين إلى طيران ثاني يودينا إلى منتجعنا الجديد، منتجع كنديما. رحلتنا المرة هذه أطول، 45 دقيقة، راح نقطع 170 إلى 172 كيلو تقريبا إلى منتجع كنديما. الآن نمر فوق العاصمة مالي. مالي مساحته أقل من 6 كيلومتر مربع، ولكن سكانه قريب من 140 ألف، من أكثر المدن اكتظاظ للسكان. المالديف بشكل عام عدد سكانه تقريبا من 530 ألف إلى 550 ألف. وصلنا إلى منتجع اسمه ريو.
ونزلنا الركاب اللي ساكنين هنا، هذا 4 نجوم، وجنبه فندق ثاني اسمه نيما برضه نزلوا الركاب. لكن احنا مواصلين الى كنديما، بقينا بدر بس تقريبا يبعد من هنا 18 كيلو، مواصلين الرحله على طول. وقفنا عند هذه المنصة الخشبية في البحر، بناخذ القارب الحين ونتجه إلى المنتجع. وصلنا إلى منتجع كنديما، هذا سعره جدا مقبول ومشهور جدا عند الخليجيين. طبعا في المالديف غالبا الاستقبال تلقاه في ضمن الشاطئ. You can tap this chip on the small black color box on the main door. You can tap and then open. مفتاح الغرف هذه. شرح لمرافق المنتجع على الخريطة. هنا ما في جولة تعريفية، فقط تعريف على الخريطة. هذه الخدمات البسيطة لها قيمة، يعني اختلاف الأسعار من منتجع لمنتجع من ضمن أسبابه الخدمة. مثلا كان معنا مضيف الآن ما معنا، فلذلك السعر أقل. التوصيل كان توصيل بالبقي إلى باب الفلة، الآن إذا كانت الفلة مائية لا ما يوصلك، لازم تمشي رجل مسافة، بالتالي هنا خدمة قلت والسعر راح يكون أقل. السعر هذا على فكرة بيكون جدا مناسب للكثير. وصلنا للفلة، يسمون الفلة هذه الهانيمون. تجي غرفة الضيافة هنا الفاكهة، يعطونك المشروب هذا، المشروب بدون كحول. شوف هنا لان الكحول. إلى المنتجع الثالث في هذه الرحلة، الأول كان ميلايدو والثاني كان فكارو، وهذا المنتجع اللي الآن فيه منتجع كنديما، كلهم مصنفين 5 نجوم، ولكن المستوى بينهم مختلف، مستوى الفلل، مستوى الخدمة يختلف من واحد إلى واحد، حتى السعر يختلف. كل واحد من هذه المنتجعات له جوه الخاص. الأول كان هادي جدا، مستوى الفلل فخم ومستوى الخدمة عالي والأكل لذيذ، أشوف أنه مناسب يمكن لشهر العسل. الثاني كان يمكن مناسب أكثر للعوائل، أكبر وأكثر أنشطة والفلل ممتازة والخدمة عالية، فالمستوى أيضا في السعر كان قريب. هذا اللي احنا فيه الحين فرق كبير جدا في السعر، ولكنه أقل منهم من ناحية الفلل ومن ناحية الخدمة. أقل منهم ولكن ما يعني أنه سيء، بالعكس هو 5 نجوم وفي أشياء مميزة فيه. أول شيء السعر مميز جدا، يعني سعره 10,700 مقابل 4 ليالي، مقارنة مع المنتجعين اللي قبل أقل من النص. وأيضا هذا المنتجع فيه أنشطة كثيرة جدا وأنشطة أكثر بالنسبة للأطفال، إضافة إلى أن المنتجع كبير جدا، يعني طول المنتجع ما بين 2500 متر إلى 3000 متر، يعني تقريبا من 1.5 كيلو إلى 3 كيلو. واللي يحب الأجواء الخليجية يعتبر الجو مناسب له، يعني المطاعم، الأكل، الأجواء، أغلب الموجود هنا عوائل خليجية. صورت هنا الفلة اللي تسمى فلة شهر العسل، وبحاول إذا كان في مجال بكرة أو اليوم أن أصور الفلة الموجودة على الشاطئ، بحيث أنك إذا حبيت تجي هنا تعرف أجواء الفلتين.